تقول إنها أحيانا إذا صلت تنسى هل سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، في هذه الحالة ما الذي يجب عليها؟ هو يا أخي الكريم، إذا كانت هذه الحال حال مستمرة، بمعنى أنها على هذه الحال على وجه الدوام، أنها كثيرة السهو والوسوسة في السهو، فلا تلتفت إذا كانت كثيرة الوساوس. أما إذا كان سهو حقيقي ففي هذه، إذا كان الأمر على الحقيقة والواقع وهناك سهو حقيقي، ففي هذه الحال تسجد سجدتين لسهوها. لكن بعض الناس يقول أنا خلاص، بما أنه يعني حصل مني السهو في مرات عديدة، تجده يسجد السهو في كل مرة، ذكر أو لم يذكر يسجد السهو، وهذا غلط.